خلينا نبداو بالتقييم الاولي. الازهر العكرمي نقطتين لهبال والعبث المنهجي يسود المجتمع التونسي الان. نرجع على الجمله هذه وغيرها من الجمل رغم اني طلبت منك معناتها بكل جراه محاسبه الازهر العكرمي فحاسبت الشعب التونسي والمجتمع. يا ودي علاش باش نتحاسب؟ انا جلد الذات ما نمنش بيه راهو. كي نخزر المرايه نرقد مرتاح والنوم يجيني العاشره في الليل. علاش ما غلطتش جمله لازهر العكرمي؟ لا اللي غلطت ما له هو الاعلام. الاعلام الترذيل. اي الترذيل. اي وهك الكرونيكورات والبلاتوات المنصوبه السياسيين فاسدين الاحزاب ما تسواش. وبصراحه تنحي بعض الصحفيين والناس اللي يستاهلوا وعندهم تكوين. الباقي زاد بين السوارد وبين المعامل وبين كذا وبين كرونيكا. الناس ما تفرقش بين صلاة عنبي وصلاة العشاء. هزت البلاد للهاوية. مش أنا قلبك معبي اليوم لازهر العكرمي. لا مش قلبي معبي. لا ما هو لا أنا نحبك تفرغ الشكارة. صاحبي في الدنيا. صاحبي في الدنيا أكثر من حكاية أنه في إحنا في إذاعة. شو حاسب روحك؟ شو حاسب روحي؟ شو هاني انا نقف قدام المرايه نحاسب روحي؟ القدس في 67 يا الازهر تو انا كزهير مثلا وقلت صاحبك في الدنيا نقف قدام المرايه نحاسب روحي نقول هل كان هذا الحوار جيد ولا استضافتي للشخص هذاك مناسبه ولا قصرت في حقه قصرت في حق المستمع ولا المشاهد. نحاسب روحي نقول فاش غلطت المسيره نتاعي هل خدمت خدمتي كما ينبغي ولا الناس هذا غلطت اني صدقت برشا ناس ولا هذا اللي نحكي عليه مثلا شكون الناس اللي صدقتهم وطلعوا مع انه كان عندي صدقتهم. امل كان عندي امل في الاصلاح ما عدا حكومة 2011 اللي عملنا فيها مشروع جبار وركحنا البلاد ومشروع لإصلاح الأمن جبار. التوى كل تحكي على حكومة الباجي قايد السبسي. نحكي الأمور هذيك. هاي. دخلت في حكومات وقلت متصور أنه الإصلاح ألور كل خراب كان أما راهم يتحملوه بعض الأشخاص. راهو ها وين التعميم. هاي. كي نقولوا السياسيين ما يسواوش الطبقة السياسية ما تسواش. راهو بعض الأشخاص اللي هما أخطأوا لأنه كان عندهم الكاشي كان عندهم الطابع كانوا يطبعوا كانوا صح.